أصحاب العمارة واللي استخدموها كمخازن يعني كتبوا تعهد أمام الدفاع المدني بأنها لا تستخدم كمخازن حقيقة، لا لخزن الملابس ولا العطور والمواد الكيميائية لأنها غير مؤهلة لذلك، ومع ذلك يبدو يستخدموها كمخزن. فاللي صار حقيقة بفعل فاعل يعني عبوة بنزين صغيرة وذاب بها أمام الباب وأخذت يعني موجود فيها قلت لك عطور ومواد كيماوية وملابس واحترقت هذه العمارة حقيقة. والشيء اللي عملوه أجهزة الأمن والدفاع المدني إنهم أحاطوا بالحريق حتى ما ينتشر إلى عمارات أخرى.